التفاصيل والمتابعه معنا هاتفيا من غزه السيد هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي. سيد هاني اهلا بحضرتك، ما هو المتوقع من هذه الجلسه؟ يعني من الواضح انه هذه الجلسه وبعد هذه الخطابات يتم التصويت في الجمعيه العامه على المشروع العربي المقدم، وبحيث يتخذ قرار، من المرجح انه يتخذ قرار باغلبيه الاصوات لتأييد هذا مشروع القرار لكي يصبح قرار نافذا من قبل الجمعية العامة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات القمع والذبح من قبل الدولة العبرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. طيب سيد هاني، إذا كانت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، لماذا نعول إذن على مسألة تصويت بأغلبية أو لا؟ يعني هذا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني والعربي عموما، جاء المتاح لنا كفلسطينيين ولدعم القضية الوطنية الفلسطينية على المستوى الدولي، وهو يعني ليس نقيضا أو معارضا لكافة الوسائل الأخرى، وبالتالي يجب اجتياز ومقارعة الدولة العبرية في الساحة الدولية، وبالتالي هذا جزء من نضالنا الوطني. صحيح أن الجمعية العامة قراراتها هي مجرد توصيات، لكن أكثر من ذلك، لنفترض أنه القرار العربي الذي قادته الكويت قبل أسبوعين في مجلس الأمن تم إقراره على سبيل الفرض، أيضا قرارات المجلس الأمن لا يمكن تنفيذها بسبب الدولة العبرية ودعم الولايات المتحدة لها على الصعيد الدولي. إذن عدم يعني قدرة الجمعية العامة والأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها لا يجب أن تمنعنا عن مواصلة هذا النضال السياسي والدبلوماسي، خاصة وأنه مثل هذه القرارات تعيد إلى ذاكرة الرأي العام العالمي أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن قيام الدولة العبرية، وهي المسؤولة أيضا عن عدم قدرتها وعجزها عن تنفيذ الدولة العبرية لكافة قرارات الأمم المتحدة. هذا تذكير مستمر ودائم للرأي العام، وشاهدنا في الأونة الأخيرة أن كثيرا من المنظمات الدولية، اليوم منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا بضرورة دعوة للمدعية العامة للجنائية الدولية بضرورة فتح ملفات القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني. إذن هذا النضال السياسي نضال مطلوب، وهو جزء من نضالنا الوطني يجب دعمه ويجب الاستمرار فيه. طيب هل من وجهة نظرك ترى بأن السيد رياض منصور ربما يضع المجتمع الدولي في مأزق عندما قال بأن مسألة وجود حماية دولية لشعب أعزل يقع تحت وطأة الاحتلال هو مفهوم مبتكر في أوروبا، لماذا إذن يستنكر الأوروبيون تنفيذه على الشعب الفلسطيني؟ يعني أذكر بهذا الصدد أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بحث في مسألة توفير حماية للشعب الفلسطيني. إذا عدنا بضعة عقود من الزمن بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 56، أقرت الأمم المتحدة توفير حماية لمناطق القناة السويس بما فيها قطاع غزة الذي كان تحت الإدارة المصرية، وجاءت هناك قوات دولية إلى قطاع غزة واستمرت حتى قبيل الحرب عام 67. كانت هناك سابقة في منطقتنا وعلى قطاع غزة تحديدا عام 56، لمن لا يعرف مثل هذا التاريخ، وليس ضرورة مقارنة بأوروبا بل مقارنة وضعنا في عام 56 نتيجة للعدوان الثلاثي الذي قادته فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت. إذن توفير حماية للشعب الفلسطيني ليس يعني تشكل سابقة، أمر مع أمر وأمر معمول فيه، وهناك أيضا قوات دولية في الخليل في الضفة الغربية المحتلة موجودة حتى الآن، لكن دورها دور عملية رقابة وليس حماية. نحن نريد توفير حماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية قتل متعمد ومعلن من قبل دولة الاحتلال، وهو الأمر الذي يتطلب من المنظومة الدولية أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الاتجاه. طيب السيدة نيكي هيلي يعني تحدثت في بداية هذه الجلسة وطلبت الدول التي ستؤيد مشروع هذا القرار بإقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، يعني على ما سيتفاوض؟ هل هناك خريطة مثلا حل للأزمة الحاصلة الآن؟ هل سيكون طبعا كما دائما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس ستكون خارج إطار أي مفاوضات، هل سيقبل بذلك الجانب الفلسطيني؟
يعني من الغريب انه المندوبه الامريكيه التي هي بالمعنى الاصح مندوبه اسرائيل في الامم المتحده نيكي هيلي عندما تعترض على مشروع القرار وتجري تعديلات عليه وتطالب الرئيس عباس بالذهاب الى مفاوضات وكان هناك شيء ويعني شكرا لسؤالك وكان هناك شيء يمكن التفاوض بشانه بعد عملية الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية لم يتبقى شيء من الأرض ولم يتبقى شيء وفقا لقرار الرئيس الأمريكي في القدس المحتلة التي باتت عاصمة للدولة العبرية وبالتالي هذه الملفات الأساسية من عملية الصراع العرب الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي خصوصا قضيتي القدس وحق العودة من خلال تقليص الولايات المتحدة لدعمها للأونروا وهو الوكالة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين إذا ليس هناك ما يمكن التفاوض بشأنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون هناك عملية تفاوضية لتتراجع هذه الإدارة عن ما تسميها صفقة القرن والتي من شأنها أن تتيح فرض الرؤية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وهو الأمر المفروض لا يقبل به أي فلسطيني لا أبو مازن ولا أي فلسطيني آخر وبالتالي مثل هذا الأمر المرفوض تماما ليس له مستقبل على الرغم من القوة الغاشمة على المستوى العسكري والأمني التي تمارسها إسرائيل والقوة السياسية والدبلوماسية الداعمة للدولة العبرية من قبل الولايات المتحدة الطرف المهم في هذا السياق هو الجانب الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسمح خصوصا بعد فشل عمليات المفاوضات السابقة منذ عهد أولمرت وحتى بداية عهد نتنياهو لا يمكن أن يسمح بتكرار هذه التجربة الفاشلة في ظل موازين القوى القائمة الآن. طيب سيد هاني يعني السيد رياض منصور في معرض كلماته قال بأن الأمم المتحدة تقف دائما بجانب الشعوب من أجل حصولها على الاستقلال وأننا نثق في الأمم المتحدة بأنها ستساعدنا وتقف بجانب الشعب الفلسطيني. ما هو المأمول إذن؟ هل ستقوم الأمم المتحدة مثلا بتعيين وسيط جديد لعملية السلام بعد أن ثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصلح أن تكون وسيط نزيه في هذه العملية؟ يعني هناك مندوب دائم للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية هو سيد ملادينوف. الأمم المتحدة أعتقد أنه في كل الأحوال لا يمكنها إلا أن تدعم خطوات أخرى أو تقود عملية تفاوضية من عدة دول. هناك أذكر بهذا الصدد أن هناك رباعية دولية تشمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي لكن والتي يرأسها رئيس الحكومة البريطانية الأسبق بلير. هذه الرباعية الدولية منذ أن تشكلت وحتى الآن لم تقم بالحد الأدنى وربما المشاهدين المتابعين نسيوا أن مثل هذا الأمر موجود وهو الرباعية الدولية لأن هذه الرباعية لم تقم بالحد الأدنى من دورها المناصبية على الصعيد السياسي والدعم للشعب الفلسطيني أو لإيجاد مبادرات من شأنها إيجاد مناخ لمفاوضات عملية جدية ترضخ لها الدولة العبرية وبالتالي المسألة لا تتعلق فقط بالأمم المتحدة تتعلق أساسا باعتقادي بميزان القوى القائم والمائل لصالح العدو الإسرائيلي ولصالح الجناح الآخر المرتبط بالتوازن الاستراتيجي بين أو العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة خاصة في ظل إدارة ترامب الأكثر يمينية وكذلك إدارة نتنياهو الأكثر يمينية وعنصرية في الدولة العبرية. نعم أستاذ هاني حبيب من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا لك.